مرحبا، وياكم دكتورة إلاف محمد. اليوم راح نكمل البارت الثاني من بري بروستاتيك سيرجري، اللي هو راح يحكي لنا على سوفت تيشو، وراها حتى نبدي مواضيع ثانية. بالبداية شي يقول لي، يقول لي سوفت تيشو ابنورماليتيز انه اني ايميديتلي ورا ما اشيل السن او اقلعه ما راح يصير عندي اي مشكلة، كمسكولر اند فرينال اتاتشمنت ما سبب لي اي بروبلم، لكن بالمستقبل ممكن يتعرض لي انترفير ويا دينشر، خاصة اذا كان عندي بون ريزوبشن. اول بروسيجر راح نحكي عنه هو المكزيلاري تيوبروسيتي ريدكشن. المكزيلاري تيوبروسيتي اللي هي هاي، شو راح نسوي البروسيجر مالتها؟ انه اول شي راح اعطي لوكال انستيزي انفلتريشن بهاي المنطقة، وراح يكون سفيشنت كافي انه الغرض التيوبروسيتي ريدكشن. بعدين نجي نحكي على الانسجن اللي هو الشق، يكون اليبتيكال يعني بيضوي، اوكي، وبهاي المنطقة مثل ما تشوفها بالصورة بالضبط. بعدين يقول لي الفلاب مارجنز بريبريشن شلون راح تكون، يقول لي الميديال واللترال مارجن اوف ذا اكسيجن لازم شو تكون بيها، لازم تكون كلش ثين حتى واقدر اشيل، يعني اقدر اشيل الاكسس سوفت تيشو واسوي ريدكشن براحتي، وتكون عندي بروفايد تنشن فري سوفت تيشو كلوجر، اوكي. ثاني شيء راح نحكي عنه، ثاني بروسيجر جراحي، هو المانديبولار ريترومولر باد ريدكشن اللي هي موجوده بالصوره بالسهم. الانديكيشن مالته شو يقول لي؟ يقول لي هو اني الانديكيشن انه اسوي له ريدكشن للريترومولر باد بحاله عندي هايبرتروفيك، بس هو اصلا الهايبرتروفيك ازرار يعني نادر ما يصير. تمام. ملاحظه مهمه انه اتس امبورتنت انه اني اشوف من اجي يعني اشوفه انديكيتد لو مو انديكيتد انه اسوي له ريدكشن، لازم اتاكد انه المندبل از نوت شنو باس رينج فورورد او اي شيء او فيرتيكالي، يعني لازم يكون بسدته الطبيعيه، لا طالع لي قدام المندبل ولا راجع لي ورا. ليش؟ لان اني هذا ممكن يسوي لي فولس انديكيشنز. اوكي، البروسيجر ماتي شو راح يكون؟ الانستيزيا راح نعطي انفلتريشن بهاي المنطقه وهم راح تكون كافيه. الانسيجن ماتي راح يكون اليبتيكال، يعني همين بيضوي، وحتى همين اقدر اشيل هالامور. وها هنا ليش يقول لي بيضوي؟ حتى اقدر يعني اشيل اكبر مساحه من الانسجه بالبوستير مانديبولار اير، يعني اقدر اشيل، شلون افهمكم؟ يعني هو اي هاي مو صحيح، انا من راح اسويها بيضويه راح اقدر اشيل مره واحده تيشو هواي. اوكي، ثالث نقطة هي انه الفلاب مارجن، هنا لازم تكون slightly thinning of the adjacent area، يعني لازم تكون رقيقة بالجهة المجاورة. تمام، وغالبا ما tissue reduction يصير بالليبل aspect. تمام. وراح اشيل الانسجة، ولازم ادير بالي انه اذا سويت يعني excess remove of tissue بمنطقة submucosal area of the lingual flap ممكن يسوي لي damage وين؟ باللينجوال نيرف و artery وتلعص الأمور يمي. تمام. هسه خلصنا المنو يا بروسيجر اللي هو المانديبولار retromolar pad reduction. هسه نجي على اليمن، نجي على ال unsupported hypermobile tissue. شو يقول لي هنا؟ يقول لي انه excessive hypermobile tissue without inflammation on the alveolar ridge من ايش تجيني؟ result of شنو؟ يعني ليش يصير عندي هاي؟ هي شنو معناها؟ يعني هي انسجة مو داعمة وتتحرك هو يعني بحركة عالية، هاي من تجيني؟ اول شيء سببين هن، يا اما resorption بالunderlining bone. اذا هسه احنا نتخيل انه واحد اسنانه مقلوعة والبون صار بالريزوبشن، هاي الانسجه اللثه والجنجيف هي نفس الشيء، اوكي باي ذا واي، اللثه والامور هاي كلها راح تبقى هيك طايفه بالهواء لان العظم ينزل، فراح يصير عندي زياده. اوكي،
والعظم هو كان سمين ضعف، صار عدة تراهل مثل ما نقول، أوكي حتى أوصلكم الفكرة. والسبب الثاني ممكن أنه دينتشر مو ملائم هو سبب لي هاي المشكلة. زين هسه احنا عرفنا الأسباب، زين المانجمنت مالتها أنا شلون راح أحلها، شو أسوي إذا كان السبب بون ديفيشينسي؟ فأنا لازم أعوض هذا البون، أندرلاينينج بون، وها هي تنحل الأمور. بس إذا كان البون أصلاً الباقي هو أصلاً كافي، فأني يعني هاي ما تزين والأمور، أو أنه ممكن يعني أني سويت عوضت البون وبقى عندي زيادة بهاي التشو، فأني شنو إيش أسوي؟ إكسجين is indicated، يعني أنا أقص هاي التشو الزايدة. أوكي هسا نيجي على البروسيجر. البروسيجر كل السهل، اللوكال انستيزا راح اعطيها adjacent to the area required tissue oxygen، يعني مباشرة مصف المنطقة اللي اني اريد اشيل من التيشو مالتها. ثاني شي راح اشيل الهايبر موبايل تيشو الموجودة على الالفيلر ريج. بس هنا يعني بهذا البروسيجر اني احتاج شنو؟ اسوي شقين متوازية full thickness، تمام؟ two parallel full thickness incision، واحدة على البكل واحدة على اللنجول، حتى من أشيل مساوي، تمام؟ وصلت الفكرة. ويحتاج بعض الأحيان يحتاج إنه أسوي excision يكون شنو؟ tangential، يعني عرضي أو صفح، حتى أشيل small amount of tissue in the adjacent area. maybe necessary، يعني ممكن يعني maybe necessary، ما أعرف شلون تتعرب، حتى يسمح لي إنه أقدر أسوي أسد المنطقة بصورة صحيحة. danger impressions يعني الطبعات تنخذ بعد 3 إلى 4 أسابيع after surgery. okay okay. هسه نيجي نحكي على inflammatory fibrous hyperplasia. شنو تعريفها؟ تعريفها هي generalized hyperplastic enlargement of the mucosa and fibrous tissue، يعني انه هو تضخم، او شلون نقولها، يعني تضخم يصير بالميوكوزا وبالفايبروس تيشو in the alveolar ridge and vestibular area. وين دي يصير هذا التضخم؟ دي يصير بالالفيولار ريج وين؟ بالفيستيبولار اريا. which most often result from هذا احنا قبل شوية حكيناه كان سببين، يا اما العظم نازل يا اما الدينشر مو صحيح. هذا يصير بسبب الدينشر. اوكي اوكي زين. المانجمنت مالته، المانجمنت مالته انا اقدر اسيطر عليه يعني اذا كان بالمرحلة الاولية بطريقتي شكل، واذا بالمرحلة انه تعيسه واصل للأخير مرحلة متأخرة غير شكل. أوكي بحالة الـ early stage من عندي الـ fibrosis is minimum، يعني كلش قليل. non-surgical treatment ما أحتاج surgical treatment. with a denture in combination with a soft liner is frequently sufficient، يعني أنا علاج غير جراحي وأعدل الدينشر وأبطنه أسوي له لاينر وهاي الأمور تنحل السالفة. بينما إذا delay stage يعني أنا تأخرت يا الله، صار عندي sufficient fibrosis يعني كانت وعندي hyperplastic tissue، لازم أسوي excision لل hyperplastic tissue، فهذا معناه في شيء surgical جراحي. أوكي هسه نجي نحكي على البروسيجر. البروسيجر ما تسهل، مجرد انه اني راح اعطي لوكال انستيزي انفلتريشن بالاريا اللي اريد اني اسوي لها ريدكشن. نفس الشيء بعد الاريا راح اسوي لها شنو؟ جراس والتيشو باك اب، واسوي شارب انسيجن is made at the base of the excessive fibrous tissue down to the prostium. هاي اهم شيء انه هو الانسيجن مالتي راح يكون وين؟ راح يكون بالبيس اوف ذا اكسسيف فايبروس تيشو داون جوا البروستيوم. بعدين يقول لي هايبر بلاستيك تيشو از ريموف، ذا ادجيسنت تيشو از جينيتالي انديتيرمان، يعني انه ادير بالي عليها، وممكن استخدم السوشر كامل او سوشر متقطع. اوكي okay.
هسه نجي على الليبيال فرينكتومي. يقول لي الليبيال فرينال اتاتشمنت تتكون من شنو؟ هي عباره عن ثين باند اوف فايبروس تيشو كفرد وذ ميوكوزا اكستند فروم ذا ليب on the cheek to the alveolar prostium اللي هي هاي اللحمايه اللي تربط الشفه بالاسنان بالعاميه هيك نقول، والخد وهالامور تمام. The level of the phrenal attachment may be vary from the high of the vestibular to the crest of the alveolar ridge and even to the incisal papillary area in the anterior maxilla. اوكي هاي الامتداد مالتها. باعوا بالطبيعي الليبيال فرينم ما سبب المشكلة، بس اذا كان امتداد الاكستنت مالتها مثل ما نقول انه هاي او عبر الحدود مالته، فهي راح تكون سبب لي دايستما. غيرها ما سبب لي اي بروبلم. اذا كانت الاسنان سليمة وما بها دايستما معناها هي ما مسببت لي بروبلم تمام. Movement of the soft tissue adjacent to the frenum may be great discomfort and ulcerated، يعني تقرحات وعدم راحة، وممكن انه تتعارض لويا من ويا peripheral cell and disloading the denture، يعني انه ممكن تتعارض للفرينم انه الدينشر ما يقعد، يعني خاصة اذا ملاحظين من تاخذون طبعة او شيء بالكومبليت دائما نركز على مكان الفرينم، لان اذا حصرناها او شيء راح تدفع الدينشر فما راح يقعد تمام. هسه نجي على البروسيجر. كل السهل البروسيجر انه احنا راح نعطي انستيزيا انفلتريشن راح تكون سفشنت للموضوع. بعدين كبروسيجر عندي تقنيتين، السمبل تكنيك سمبل اكسجين تكنيك، هي انه انا راح اسوي انسجن يكون اليبتيكال يعني بيضوي ونارو ضيق، وين اراوند ذا فرينال اريا داون جوا البروستيوم مال العظم تمام. هسه انسجن بيضوي وضيق وين اراوند ذا فرينال اريا داون تو ذا بروستيوم تمام. بعدين the fibrous frenum is then شو نسويها؟ شلون نقول sharply dissected إيه؟ يعني نقسمها شلون نقول ما أعرف شلون أوصلكم إياها، بس هي نقصها معناها أوكي. مين من the underlining prostium and soft tissue أوكي. ولازم شيء ورا ما قصيتها في شيء شارب، ايش راح نسوي؟ لازم اجيب اني المارجن اوف ذا وون الحواف ما تجرح على كيفي، ايش اسوي؟ ري ابروكسيميتد اقربهم من بعضهم اوكي. اول سوتشر احطه لازم شيء يكون the first suture should be at the maximal depth of the vestibule، يعني لازم يكون اول سوتشر باقصى عمق من الفستيبيول تمام. وبعد شبي الميزة مال أول سوتشر هسه قلنا أعمق شيء، وهاي والبوث إيج أوف ذا ميوكوزا أند أندرلاينينج بروستيوم آت ذا هاي أوف ذا فيستيبيول أوكي. أعمق شيء والحافات مال ميوكوزا والأندرلاينينج بروستيوم لازم تكون ويا الليفل ويا الارتفاع مال الفيستيبيول. هاي التكنيك راح تقلل لي من الهيماتوما اللي تتكون وتسمح لي بأول شيء تقلل، وتسمح لي بشنو؟ تسمح لي allow for adaptation of the tissue to the maximal height of the vestibule، إنه تسمح لي إنه التيشيو تقعد بالماكسيموم height of the vestibule. وإحنا أصلاً قلناها، لأن إحنا قلنا الحواف لازم تكون ويا ارتفاع الفستيبيول اوكي اوكي. والبقايا مال التيشو لازم اقربهن واسدهن وهالامور بس السوتشرنج مالتي راح شي يكون راح يكون متقطع مو كونتينيوس. وبعد اكو فتشي كلش مهم انه احنا it is not possible to approximate the portion of the excision close to the alveolar ridge crest this will انه اني الجزء اللي يكون قريب من الالفيولار ريدج كريست هذا هو اصلا راح يصير ب سكندري ابيثيليازيشن وذا اوت ديفيكولتي، يعني يصير بتكوين للابيثيليا
وما أكون بيه مشكلة، بس هو من المستحيل إنه أقربه. يعني هو هذا الجزء اللي يكون يم الألفيرال ريدج أبقية من الألفيرال ريدج، ولا أقول هذا شون شون ينسد وراح يصير فراغ، لا هو أوردي راح يصير عندي سكندري إبيثيلايزيشن بدون أي صعوبة. هسه نجي على ثاني تكنيك اللي هي الزيت بلاستي تكنيك. الزيت بلاستي تكنيك أوكي هي الصورة مو واضحة، بس ما لقيت أوضح من هيجي. هي هاي التقنية إنه the excision of the fibrous connective tissue، هو نفس بالسمبل excision يعني نفس البروسيجر، بس بعد ما أسوي excision للفايبروس تيشيو أنا إيش راح أسوي؟ راح أسوي two oblique incision. أوكي two oblique incision اللي هو واحد ويج، تمام، بشكل حرف زيت. بنهاية كل واحد راح يصير الإكسجين، تمام، هذا بنهاية كل واحد تيصير الإكسجين. هسا أنا سويتها خطين، بنهاية كل خط تيصير الإكسجين، تمام تمام. هذني بعدين إنه أجيب بوينتد فلابس، إنها هي تصاعم بوينتد فلابس تشوفون، بعدين أفرهن روتيتد تو كلوز، تمام. اوكي روتيتد تو كلوز ذا انيشال فيرتيكال انسيجن هوريزونتالي. هاي التكنيك شنو الميزه مالتها؟ يقول لنا انه هاي التكنيك الميزه مالتها انه اسمح ديكريز ذا اماونت اوف ذا فيستيبولر، انه اقلل من كميه التيشو اللي راح اشيلها من الفيستيبول اللي ممكن اشوفها ورا اللاينر اكسجن اوف ذا فرينا. اوكي هسه نجي نحكي على اللينجوال فرينكتومي. يقول لي abnormal lingual frenal attachment usually consists من شنو؟ mucosa و dense fibrous connective tissue، بعض الأحيان genoglossal muscles. هي هذا الفرينم شنية؟ هي تربط لي التب مال تانج ويا من وين posterior surface of the mandibular alveolar ridge. بحالة ما نحتاج احنا process ما راح يأثر لي، بس يتعارض شوية ويا السبيتش، بس بعد فقدان الأسنان إنه راح يتعارض ويا الستابلتي مادي إن شاء الله. سيرجيكال تكنيك كل السهلة، أنا راح أنطي بايلترال لينجوال بلوك وراح أنطي إنفلتريشن بالإنتيرير أريا. بعد التب مال تانج إنه يفضل إنه أسيطر عليها بواسطة تراكشن سوتشر، بعدين أحط هيموستات أكروز ذا فرينال أتاتشمنت. حتى شنو ليش أنا راح أحط هذا الهيموستات؟ تقريبا 3 دقائق قبل العملية حتى أوفر أسوي فازو كونستراكشن، يعني تقلص بالأوعية الدموية، بالتالي إنه أنا راح أحصل على فيلد خالي من الدم بلودليس فيلد أثناء السيرجيكال بروسيجر ماتي. ورا ما أكمل الهيموستات أسوي الانسيجن أو أن انسيجن ذا غريت ثرو ذا أريا، وبعدين أسده وهالأمور. أوكي يعني الموضوع كله سهل وبسيط. هسا إحنا أنا راح يحكينا على السوفت تيشو سيرجري for ridge extension of the mandible. يقول لي the primary goal of soft tissue pre-prosthetic surgery هو شنو؟ أنا ليش أسوي للsoft tissue pre-prosthetic surgery؟ حتى أوفر مساحة كبيرة من الفيكسد تيشو. طبعا كانت أكو دكتورة ما يصير أقول fixed المهم، فحتى أوفر مساحة كافية من الفيكس تيشيو وكبيرة للبرايمري دينشر، وأشيل وأقدر أنه أوفر إكستينشن للدينشر فلانج وهالأمور، وأشيل أي ديسلودينج إفكت ممكن يأثر عليه مثل الفيستيبولر أريا وغيرها وهالأمور، تمام. هسا نجي نحكي على الليب سويتش. هذا فد واحد اختراعها الله يستر عليه، ما ادري ايش اسمه، الله يرحمه اكيد هو ميت. المهم بسو بروسيجر الميكوزال فلاب شي يصير بيها؟ يصير بيها بنتكل تو فروم الفيولار ريدج از ايفالييتد فروم اندرلاينينج تيشو او سوتشر تو ذا ديبث اوف ذا فيستيبول، يعني نشيلها نرفعها ونخيطها بالعمق مال فيستيبول. The inner portion of the lip is allowed to heal by secondary، إنه الجزء الداخلي من اللب راح يصير بالهيلينج بواسطة إنه راح يصير بسecondary epithelialization.
This procedure has been modified إنه حوروا on the use of technique transposing lingual base mucus flap and labial base prostal flap has became إنه حوروا هيك انقلب. أوكي يعني عكس فوقه أو هيك شيء ما أعرف بالضبط. أنا دائما بالخير الله أكيد يعني أني ما راح أشرح ذا هذني فأنتوا شنو أني دائما آخر ورقتي ما أقرأها فأنتوا قروها ما عليكم بي يعني راح يجن بامتحان. أوكي هيك نكون خلصنا وإن شاء الله استفاديتوا ولو بشي صغيروني وانتظروني في فيديوهات جاية حتى نكمل.